بنحييكم واهلا وسهلا فيكم اصدقائي المشاهدين مع حلقه جديده من مشاكل وحلول عبر تلفزيون لبنان. اليوم رح نحكي عن موضوع قد يكون من المواضيع المهمه جدا، لانه كتار منكم من خلال المواكبه والمتابعه باطار مشاكل وحلول طلب منا الدخول على خط استقصاء بعض كواليس المفاوضات. بالتواصل مع سعادة محافظ جبل لبنان المهندس فؤاد فليفل، قال انه الملف اللي عم تحكيني عنه حاليا موجود بوزارة الداخلية والبلديات وهو بانتظار قرار الوزير. وقت اللي بدنا نسأل النقيب عن شو عم نحكي، بنسعى قدر المستطاع لحتى نكون مواكبين خطوة بخطوة لملف شاحنات المرامل يلي من فترة كان لهم تجمع على الطريق أدى إلى عجقة سير بعد كثير من المراحل يلي وعدوا فيها بأنه الحل قد يكون خلال كم يوم. اليوم اسمحوا لي رحب سوا بالمهندس توني صغيب رئيس بلدية حراجل بقضاء كسروان، أهلا وسهلا فيك. وضيفنا الأستاذ شفيق الأسيس رئيس نقابة مالكي الشاحنات اللبنانية اللي دخل على خط المواكبة والمتابعة وفتح الأبواب والشبابيك حتى ما نوصل إلى حائط عالي مسدود بوجه شريحة من اللبنانيين بيعتبروا أنه هن مستهدفين من خلال قرار معالي وزير الداخلية والبلديات وقف الرخص المخصصة لهم لنقل الرمول من أعالي كسروان. بداية بدي أبدأ معك أستاذ شفيق، أبدأ لك أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. ولكن التوجه لإعلان أضراب للشاحنات اللبنانية هو اللي دفعنا لحتى نتصل فيك ونقول لك تفضل أهلا وسهلا فيك. ليش بدك تعلن أضراب للشاحنات اللبنانية بعد ما كان عندك وعد وقلنا أنه رايحين نحو تسوية؟ أنا بحييك استنونا وبحيي تلفزيون لبنان وبقلكم يعطيكم ألف عافية حتى تضلوا توصلوا صوت العالم ومشاكلها حتى الناس تفهم الحقيقة بالموضوع. نحن هلا قبل وقت من شي شهرين كانوا الشباب مقضربين، أنا ما لي علاقة بالرامل يعني، أنا لي علاقة بالشاحنات، وقوف الشاحنات بيجعلني إني شد معهم ودافع معهم وساعدهم على حل هالمشاكل. كثير وجدنا انه معهم حق الشباب يضربوا اللي هن عملوا ازعاج للناس كثير، ضلوا على مده 15 يوم. بالاخر تدخلنا وقال حضره المحافظ انه شرفوا لنشوف شو بنعمل نحن وياكم. رحنا انا وراح منصور البون معنا وكان قائد المنطقه العميد حويك معنا. وحكينا لقينا انه انا شرحت الوضع لسعادة المحافظ على اساس انه مخطط التوجيه العام بالاساس اللي معمول كان معمول غلط، ما في منطقة كسروان مش عاملين حسابها ولا بمطرح يشيل رامل ومبيع. امتى العمل؟ امتى العمل المخطط؟ نعم، من 15 20 سنة ما بتذكر يعني بهالزمان. زمان نحن بمنطقة كسروين يعني عندك ميروبة حراجل تريال مزرعة، هودي منطقة فيها كتير رمل وأنظف رمل موجود بلبنان. هالمخطط التوجيهي اللي ما شمل هالمنطقة هاي شينا أمنا قيمتنا بأثناء نحنا كيف وهذا، بيقولوا تفضلوا شو بدكم، مين بده، مين عنده رمل، هني مش عارفين إذا في رمل بكسروين. أوكي كان الكلام مين عنده رمل خليه تفضل تنرخص له. راح كل واحد عنده رمل بده يشيلهم ويحط تراب محلهم ويزرع شجرية، تقدم بطلب وعطوه تراخيص من هيك الأيام وبلشت يجددوا كل ست شهور وكل سنة وكذا لغري. لقينا هلا بآخر مدة وقفوا لهم تراخيصهم لأنه ممنوع شايل الرمل، والرمل ممنوع شايله. بدي أفهم إذا شلنا الرمل بشو منعمر، بشو بعمروا العالم؟ أنا بالزمان منعوا شايل الرمل بالمرة على أساس خط التوجيه وقتها قبل ما عملوه يعني. منعوا الرمل بالمرة، رحت جبت باخرة رمل من مصر، جينا نزلناها بصيدا كلفنا المتر 20-22 دولار، حطينا خسارة ورمل مش نظيف. نحن عنا ببلادنا في رمل وفي صخر وفي هون ممنوع هون مطرح ما فيه، شو يسفحوا لهم؟ خلي العالم تشيل هالرملات وتحط تراب مطرحهم. يحطوا عليهم شروط انه بشي يحط تراب وبشجر مطرحهم. اوكي نحن فاهمين انه الجبل اللي ما بينزرع فيه شيء لا خضره ولا فواكه ولا اي شيء، لشو بده يعني صاحبه خدل معه؟ يا بده يعمر فيه يا
يا بده يشيل الرمله تحط تراب محله. رئيس اللي عم يحكي النائب شفيق الاسيس، يعني قديش انت كرئيس لبلديه احراجل اولا صنفكم وقال انه الرمل عندكم بجنن نظيف وبيب اول، ولكن الواقع هذه المشكله اللي عم يحكي عنها وسيلجا لاعلان اضراب بعد شوي، انت شو بتحب تقول بهذه المناقشه؟ يعني الشفيق وضح انه الشيء اللي بيعنيه مباشره هو موضوع الشاحنات، وكونه مرتبط بالمرامل حكي شيء عنه. نعم. انا اول شيء اصحاب الشاحنات بمعظمهم هني اهلي، معظمهم من قال لي هني بمنطقه الجرد، هني اهلنا وقرايبنا. نعم. وبهمني كثير محافظه على مصالحهم وعلى عايشهم. وين المشكله هلا؟ المشكل هو في عند الدوله بتطبيق نظام او قانون استخراج الرمول. نعم. اذا في لابد من استخراج رمول في اصول. نعم. يعني ما بنجي بنستخرج رمول ومنشوه الطبيعه الجبال كلها سوا بدون ما يكون في رقابه من الدوله. بلديه ما لها رقابه. بلديه ما لها رقابه. البلديه طبعا لها رقابه، انما الرقابه الاساسيه هي وزاره الداخليه والمحافظ. وزاره البيئه يعني انا دور. مع وزاره البيئه هم لها دور. وزاره البيئه طبعا. نعم. يعني لانه حكي شغله اساسيه نائب شفيق الاسيس، قال انه بنشيل هالرمل شو بدنا فيه وبنحط تراب. صحيح. بنجلل وبنزرع. انا معه فيه. يعني عم يحكي من منظر بيئي حضاري. انا معه. نعم. في حال هالكلام تم تطبيقه. انا بعتبر انه لازم يكون في مراقبه، تعطى رخص لاصحاب المرامل، انما يكون في مراقبه مضبوطه لاستصلاح هالاراضي يلي بتصير حفر عميقه بدون يعني اوديه. يعني انا اذا عندي ارض بجانب هالمرمله بوقف على ارضي بشوف على عمق شيء. في عندك تشوهات انت بالمنطقه بحراجل بسبب الرمول؟ بصراحه طبعا بدها استصلاح، موجودين هودي وما عم نعاني منهم، وحتى الناس فوق اصحاب المرامل بيقولوا. نعم. انه طبقوا على القانون وين ما كان نحن بنمشي. نائب اللي عم بيقوله الرئيس كثير مهم. مزبوط مثل ما عم بيقول الرئيس، ولكن يخلوا يسمحوا لهم. هلا اليوم الفجوه اللي عملوها بالرمل. نعم. ما هو بيقبضوا عليها مصاري تيرجعوا يردموها، بس ما بيخلوهم يردموها. بشو بدهم يردموها؟ بتراب من حفريات. نعم. من حفريات بيتمنوا بيقبضوا مصاري عليها تيرجعوا يردموها، بس خلينا يسمحوا لهم يردموها. ما زي الواحد بيكون عم بيعمر حائط لعنده هيك ويردم وافق منه ممنوع، بيجوا بيعملوا فيه محضر. كلهم هول معطين اكلين محاضر على 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 سكوك ملكيتهم وحاطين. نعم. عليهم حجوزات. شو رايك؟ هذا شيء ما بيجوز. نعم. يسمحوا له تيردمها، خليني يسمحوا له. انا على مسؤوليتي بقول لك كل واحد عنده حفره بيردمها فورا، لانه وقت اللي بفرغوا تيعمروا بنايه بيدفعوا مصاري حق النقل 100 دولار تيروحوا يفضوها. صح. بيردموها فيها. صح. نعيب. رئيس في اصول بالقانون هندسيا كم هندسي هندسيا في اصول لعمليه استصلاح الارض. نعم. يعني في ارض طبيعيه موجوده كانت. نعم. وهالارض الطبيعيه تم حفره، بدك ترجع تعيد الارض الطبيعيه الى حد ما بعمليه تجلل. أوكي. وتستفيد من التراب اللي عم تردم فيه مكان الرمل، تستفيد منه. نعم. للزراعه وللتشجير، لهالجبل يلي تشوه يرجع لمطرحه وتكون استفدت منه ولا قطعنا برزقه اصحابه واستفدت منه. تعتبرها هلا قطعت رزق هالشيء اليوم طبيعي؟ يعني عنا عيال كثير قطع ارزاق اليوم، وقفوا بلا شغل، كانوا كل اعتمادهم على هالشغله، ما عندهم شغل تاني، وقفوا. طب والحرص على البيئه يعني كيف بنفسره؟ بدنا للبيئيين نجمع. انا عم بحكي انا عم بقول ما. نعم. في شيء اسمه اسود وابيض، فينا نجمع بين المحافظه على البيئه وما نقطع ارزاق الناس ونستخرج هالرمل يلي له قيمه، بس في بدنا نحافظ. اللي عم بيصير استخراج رمل. أوكي. دون المحافظه على البيئه، وهون بدأ أنظمة يعطوا رخص يحطوا تأمين، يدفع صاحب الهيئة تأمين. نعم. مبلغ ما أنه هالتأمين تستردوا عند ما واضح. نائب اللي بدي أقوله يعني بالبداية قلت أنه أنت عم بتقول ستعلن إضراب، ليش يعني المفاوضات حلق. وصلت لحيط مسدود ولا أكيد. شو؟ أكيد وصلت لحيط مسدود وقت اجتمعنا وطلعنا عن سعادة المحافظ. نعم. ووعدنا أنه لما فهم الحقيقه سعاده المحافظ انه هؤلاء الجماعه لهم حق، لهم سنين بيعطوهم تراخيص وبيمددوا لهم اياهم يا سنه. نعم. يا ست شهور، وفي منهم معهم رخص لهلا موجوده ودايمه وقفت وقفوا لهم اياها، ما معه رخص، مرخصوا سعاده المحافظ حتى يشتغل ورخصوا. نعم. بعد معه وقت مش خالصه مثل هوليك، في منهم خالصه ومثلهم ماشي. بدهم يحطوا شروط اللي هي لازم تنحط،
كيف تباقي المناطق مش حاطين شروط؟ انا بدي اسال انا اي مناطق عم نحكي؟ بدنا نحكي جنوب البيع شمال كلهم عندهم كل مرامل مناطق. وكلهم بزقوا رامل هلا بيجوا على كسروان. اسال العميد حوايك، اسال قائد المنطقه، خلي يقول لك انه بيجي رامل على مناطق كسروان ولا لا، من الجنوب ومن ما بصير هيك. طيب بيجوا واحد عنده بيجوا تهريب نائبه، بيجوا تهريب ولا عادي؟ ما بقى لا عادي مرخص هيدا، قانون بده مرخص بيجي عادي، بس هيك مش مزبوط المنطقه هيدا. الدنيا سطح على فرد ارض، يعني ما بصير هوريك يعملون هيك. اختربت بيوتهم انه ثلاث اشهر جميعا عليهم صناديات، عليهم بدهم يعيشوا، عاملين لهم مصمحات مضبوطه وحجزين لهم ارزاقهم وحاطين لهم عسكوك ملكيتهم. طيب هودي انه مش عالم مش بشر، ايش نعمل فيهم؟ نفللهم كلهم عارضين كمينتهم للبيع. حق كميونه ما بقى يكفي المحاضر اللي عاملينها لهالدرجه؟ حق الكميون ما بكفي. طب الاضراب، الاضراب شو رح يعمل؟ هلا الاضراب بيرجع بيعمل، نحن علقنا الاضراب تعليق على اساس انه في حال ما لبوا لنا هالمطالب رح نرجع. وهذا كان حديث كمان لما اجتمعنا نحن وياهم، انه ما قدرنا شابين كان محاضر الطلبات رجعوا للاضراب. في قطع طرقات يعني؟ لا ما في قطع طرقات ابدا ابدا. شو الاضراب لك؟ الاضراب بيوقفوا الكاميونات على جنب. نعم. تشوفوا العلم انه هودي له المطالب مش عم يعطيهم اياها الدوله. يعني الدوله بدها تخدم هالشعب وهالعالم، ما انه شعب او مثل هال. امتى رح يكون الاضراب نائب؟ ما بعرف، ما حددناش بعد، بعد ما حددناه، بس وارد بين يومين ثلاثه. ماكسيموم. ماكسيموم. ما بقى ما فيها نشتغلوا، ما واقفين. طب رئيس القليل اللي عم يحكي عنا النائب شفيق القسيس، يعني مهم كثير نقول انه انت وصفت بقطع ارزاق لناس يعني هن عم بيسعوا قدر المستطاع لحتى يكونوا تحت القانون. البعض بيقول من البيئيين انه التراخيص الممنوحه لهم غير قانونيه لانها غير بيئيه بالاساس. نعم. كمهندس انا بدي اسالك قديش يعني هذه الاقوال دقيقه وصحيحه؟ بأسلو غير بيئيه يلي كنا عم نحكي عنه هو نعم. انه ما عم بيتم استصلاح الارض. نعم. الا اذا كان المقصود انك عم تستخرج رمل من منطقه اثريه او منطقه نعم. عندها طابع مميز، انما اي منطقه عم تستخرج منها رمل ورجعتها على طبيعتها يعني منا مناطق. اسمح لي اتابع معك رئيس، بس بدي اخذ اتصال من الناشط البيئي روجي حداد، يعني متابع هو هذا الملف وبهمنا كثير انه ناخذ رايه. الو الو بونجور استاذ روجي، كيفك؟ اهلا ماشي الحال الحمد لله. يعني نحن بدي احييك من مشاكل وحلول، وبديهي نسال نحن شو هو. بس ما عم اسمع مزبوط، ما عم اسمع مزبوط. الهم همية الشباب بالرجي سبوك. هلا رجع تسمعني منيح؟ ايه افضل. ايه حبيب قلبي، يعني سؤال بديهي، يعني نحن هلا بوجود رئيس بلدية احراجي والنائب شفيق القسيس، يعني الشباب عم بيقولوا انه في ناحيه تعرف بقطع الارزاق ومرحله ثانيه النائب شفيق القسيس لوح بإعلان الإضراب احتجاجا على منع الشاحنات من نقل الرمول. حضرتك انت كناشط بيئي كان في لك كثير مواقف نحن تابعناها، ولكن على اي اساس انت بنيت هذه المواقف المعترضة على يلي عم بيصير؟ استاذي يعني انا اذا بدك عم تابع الموضوع. نعم. بحكم انا من منطقة اسمها عين دارة عانت كتير من هيدا الموضوع. نعم. وانا بس رجعت شفت شو عم يصير على التلفزيونات بالنسبة لأعالي كسروان. نعم. تفاعلت مع الموضوع يعني بحكم مثل ما عم قلك معاناتي مع هيدا الموضوع بضايعتي. نعم. انا ما إلي علاقة مباشرة يعني باللي عم يصير فوق. في يقولوا انا من اللي شفته يعني على التلفزيونات. نعم. ابدا ذات المنطق اللي عانينا منه بضيعتي عين داره بمنطقه الدهر فوق بالنسبه للمرامل والكسرات. في اختصر لك يعني بهيدا الشيء انه كل ما بتصير في حكومه جديده او بيجي محافظ جديد بيجوا بيتحمسوا بيطبقوا القانون. نعم. بيطبقوا القانون حكما بتوقف كل المرامل المخالفه وكل الكسرات المخالفه. بس استاذ رجاء انا حكيت مع المحافظ، المحافظ قال لي انه هي عند وزير الداخليه مش عنده. ها اذا فينا نحكي دقيقه قانون. تفضل. عرفت علي كيف؟ تفضل. بحكيك يعني كيف بتصير التراتبيه. تفضل. اوكي، لكن بيجي مثلا وزير داخلي جديد بيوقفهم كلهم. نعم. اوكي؟ او محافظ بيجي بيوعظ انه انا ما اعطيت تراخيص او الى اخره. اوكي. اوكي، هو يعني بالنسبه هو القانون فوق الكل،
فوق المحافظ وفوق وزير الداخليه وفوق صاحب المرمل الغير الشرعيه وفوق رئيس البلديه وفوق كل اللي عم يشتغلوا بهذا الاطار. نعم. في شيء اسمه قانون البيئه وفي مرسوم تنظيمي لموضوع الكسترات والمرامل. نعم. اوكي. بيوكل للمجلس الوطني للمقالع والكسترات اللي هو بوزاره البيئه وفيه ممثلين عن اكثر من 10 وزارات ومن المحافظ الى اخره، يعني جزء كبير من الدوله اللبنانيه ومن اداراتها ومن وزاراتها. نعم. تجتمع بوزاره البيئه بتدرس طلبات انشاء مرامل وكسترات وبتوافق او ما بتوافق وبتحول على المحافظه. نعم. اوكي. يعني العمليه مش انه قطع ارزاق او قطع اعناق. انا بلشت اشتغل، اخذت قرض، اشتريت جرافه، عندي ارض، بلشت اشتغل. نعم. ليش الدوله ولا وقفتني او ما وقفتني؟ نعم. في قانون، هل القانون عم يتطبق؟ هل مرسوم تنظيم المقالع والكسرات بمندرجاته بشروطه؟ نعم. وبالضرائب اللي يدفعها صاحب المرمله؟ نعم. لوزاره الماليه كلها عم تتطبق؟ ما بعتقد هذا الشيء عم يتطبق، لانه اذا بده يتطبق ما حدا منهم بيشتغل هودي كلهم. نعم. لانه بده يصير بيدفعوا ضرائب، بدهم يجللوا. واضح اللي عم بتقوله واضح. نعم. اوكي. دونك انا يعني حسب ما شفت على التلفزيونات، نعم، ما في شيء كله من هيدا المنطق. منطقهم انه انا بلشت اشتغل، اجت الدوله وقفتني، او انا ما كنت عم اشتغل، بدي اشتغل على اساس تراخيص ما بعرف من وين بيجيبوها، تراخيص بين مزدوجين، بيروح بيجيب ورقه من وزاره الصناعه. يعني الخلاصه اذا بتسمح لي، نعم، يعني انا بس مهمني اعرف بهذا اللقاء الخلاصه اللي انت بتشوفها اليوم. يعني الرئيس كان واقعي وواضح جدا والنقيب ايضا، ولكن في قضيه بعد كم ساعه او بعد يمكن بكره يمكن بعد بكره ليحدد النقيب الموعد، سيعلن موقف احتجاجي، سيعلن اضراب، ما بعرف انت كبير كيف احتجاج على شو؟ ما انا ما عم بفهم، هل هن مقدمين تراخيص للمجلس الوطني للمقالع والكسرات، اخذوا تراخيص وعم يشتغلوا بالقانون؟ نعم. ليش الدولة وقفتهم؟ إذا هيك نحن معهم، القانون علي وعليك وعلى الشجرة وعلى البيئة وعلى كل الناس. عم بيقول النقيب بيروحوا بيشتغلوا. خير وجيه، عم بيقول النقيب إنه معهم تراخيص. شو هم مدورين؟ شو هي التراخيص؟ بيروحوا بيجيب لي ورقة استصلاح أراضي، بيجيب لي ورقة استصلاح أراضي وبيجي بيشيل جبل بأمه وأبوه. لا مش استصلاح أراضي، لا معه رخصة شال رمل. معه رخصة رمل، زلمة معه رخصة من المحافظة المشرقة وقانونية وقانونية 100%. ما عم بزوروا التراخيص، معه رخصة. مين عاطيه رخصة؟ خلينا نبذ مين عاطيه، بس هو معه رخصة. ما في شيء اسمه، ما في شيء اسمه وبيع رمل. ما في شيء اسمه رخصة، ما في شيء اسمه رخصة شال رمل. ما في شيء اسمه رخصة شال رمل. لا ممنوعة هذه، مين اللي عملها؟ مين عملها القانون؟ ما في شيء اسمه شال رمل. ليش الرمل ممنوع؟ شو بتعمر العالم؟ يعني اذا قلنا الرمل ممنوع معناتها خلص الرمل حبيبي ممنوع. حبيبي معلش، في المجلس النيابي تبعك. نعم. اصدر قانون البيئه. نعم. واصدر مرسوم تنظيم المقالع والكسرات. نعم. تطلب من نوابك يروحوا يقدموا قانون يناقض القانون الموجود. ان شاء الله. مين بيطلعوا؟ على ذوقكم في قانون او ما في قانون؟ مش على ذوق مين ما كان بده يشتغل على ذوقه لانه القانون ما بيلايمه، بيروح بيقرر انه موظف بمعرفة وزارة بيعطيه ورقة، بيعطيه ورقة انه انت روح شيل الرمل، بيجي بيصير يخبر انه معه رخصة. وضحت الفكرة خي روجي. لنتابع مع ضيوفنا، انا بدي اشكرك وبدي اقول لك سلامة قلبك. مع احترامي لإله. نعم. الرخص اللي معهم اياها قانونية 100%، وإلهم 20 سنة بجددوا بياخذوا رخص. في واقع مستجد، هذا في واقع مستجد، ما بعرف شو هو المستجد. نعم. هلا مش كل ما قال هو تغير المحافظ، اذا تغير المحافظ يعني بوقفوا لهم رخصهم وبيعطوا لهم ارزاقهم للعالم. نعم. مثل ما كانوا ماشيين بضلوا ماشيين. هن من الاساس ليش وزارة البيئة ما عملت بكسر وين؟ مطرح يشيلوا الرمل ويعملوا مثل معطية بعض مطارح، واغلب المطارح اللي هونيك في واحد معه رخصه 10 مشتغلوا بلا رخصه، ليش هونيك اللي حق يشتغلوا هون يشتغلوا؟ بدهم يوقفوا، بيوقفوا الرمل كله. طيب رئيس كله اللي معه رخصه ولا ما معه. كرئيس بلديه وكمهندس انا بدي اسالك، يعني بالمخطط التوجيهي اللي عم بيقول النائب شفيق الاسيس انه كسر وين غير ملحوظه فيه. نعم. انت كمهندس وبنفس الوقت كرئيس بلديه، كيف بتشوف يعني هذا المخطط التوجيهي اللي استثنى كسر وين تحديدا؟ انا ما كان عندي، ما بعتبر انه في مانع انه في مناطق معينه. انا بقول يمكن لانه الواضع التنظيم. نعم. مقدر مسبقا انه هالمخطط التوجيهي ما ممكن يتنفذ يتطبق.
أنا بقول إذا بيتطبق مثل وفقا لقانون استخراج الرمول الموضوع إذا بيتطبق ما في مشكلة بكسروان ببعض المناطق في كسروان من استخراج الرمول. لا بالنسبة للرخص كنتم عم تحكوا عنه. في يعني اعتمدت في الفترة يؤخذ رأي البلدية بإعطاء الرخصة ولا لا؟ لا لا يؤخذ. أصلا لازم يكون أصلا لازم في شيء معتمدينه هو مهل إدارية معينة لستوكيت أو شيء من هذا. بقرار من المحافظ هيدي ولا قرار من المحافظ؟ مش من وزارة البيئة؟ من المحافظ. قرارات من المحافظ مهل إدارية. أنا بصراحة ما عندي رخص رسمية بإحراج في مهل إدارية تعطى من المحافظ. نعم بفرز. نعم بما يروبا في رخص قانونية ومعنيها الجماعة ومبيني وعطيناها لساعات المحافظ في 10-12 طلب. نعم. في طلبات تانية جديدة بدها تتقدم هيدي كد وقفها المحافظ ما عطاها. وعد المحافظ انه بمدد لهم مثل ما كانوا مددوا هالجماعة من عشرات السنين ونحن باقيين على هالمنطق هيدا يسوينا ما يسوى غيرنا. ما بيصير نحن نروح نشتري رمل من 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 الجنوب او من هونيك ونجيبه على مناطق الرمل، هيدي مش وردي. نحن بنضل واقفين عن العمل وخلي متر الرمل يصير ب $100. هلا اليوم قديش يعني قديش اليوم متر الرمل؟ هلا ني ما بعرف 20-25 هلا هذيك المره ضرب لل 40 بيأثر يعني على حركه البناء كيف ما كان ولو طلب في 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 عالم بدها تشتغل في ورش بدها تشتغل ما بيخربوا بيوت الناس اذا وقفوا الرمل بدهم يوقفوا وقفوا لكل الناس نحن ما عندنا مشكله. طب لسه ما اجتمعت مع وزير الداخليه؟ طلبت موعد الله يعطي العافيه. وزير الداخليه مشغول كثير بهالايام ما فينا نلومه نحن يعني نعم. عنده شغل كثير شغله فوق راسه ما بيله غير بالرمل يعني من ما نحكي ما محروق دينه زلمه مشغول وما شايفين وضعه نحن الله يقوي ويعطي العافيه ولكن رح يعطينا موعد بس صدق. طولوا بالكم شوي علي هلا مشغولين وكذا بيخلقوا من مشكل بيحلوا بمشكل ثاني بالداخليه يعني كمان نحن بدنا نطول بالنا شوي حق. يعني معك حق رئيس يمكن الموضوع اللي احنا عم نحكي عنه هو يعتبر اساسي لانه من خلال الاتصالات اللي وردت على برنامجنا يعني خلتنا نحكي بهذا الموضوع انطلاقا من كون انتم معنيين واهل اختصاص ولكن هذا الموضوع لحتى نحاول انه ننهي. بتفتكر انت من خلال الاضراب ممكن توصل لنتيجه او ايصال الصوت او المفاوضات او اجراء تعديل على المخطط التوجيهي اذا بيسمح اليوم ان يصدر في ظل يعني الحركه السياسيه المشلوله نوعا ما؟ الموضوع بيستاهل استنفار الوزارات المختصة لحله مثل ما قلنا بداية الطريق في أرزاق الناس معطلة وفي محافظة على البيئة وعلى هالجبال الموجودة كمان أنا بعدني بصر أنه فينا نحصل على شغلتين سوا علميا وقانونيا. أنا بفضل ينحط الإيد على هذا الموضوع وينعطى رخص وتتنفذ القوانين مثل ما هي مضبوطة وبفتكر انه ممكن نظهر من هذا الموضوع المهم بالنسبة لك سؤال برجع بركز يلي قاله النقيب مشكل انه لازم هالموضوع يكون بكل لبنان متساوي مش بس بمنطقة منحذر هالشي وبمنطقة تانية منسمح هون بحسوا بالغبن ونحن بنحس نحن اصحاب. طب اليوم نحن يعني على بواب شتي والكل بيقول انه في منخفضات جويه رح تشهدها يعني المنطقه ولبنان تحديدا الشغل بيتاثر بيمشي الحال ولا بيكون في ستوكات بينقلوا ميدانيا شو بيصير بالنسبه للرمل الموجود فوق؟ ما بيتاثر بس انه عمليا في بعض المجاري ممكن تتاثر نحن عم نعاني منها. إذا هالستوكات موجودة وما نقلت بتنزل بمجاري المي وبتوصل على البيوت كمان كارثية. ايه طبعا نقيب اللي عم نحكي نحن فيما يتعلق بستوكات الرمل يعني وانت عم تحكي باسم الشاحنات كم شاحنة اليوم هي مبدئيا متضررة من قرار معالي وزير الداخلية؟ إذا بدي أحكي الشاحنات كعموم بالنقل الرمل والوقف وبعموم لبنان في 6000 شاحنة ما شاء الله بعموم لبنان 6000 شاحنة قلب وعلى خط ميروبا حراجي الكسروين اكيد والجنوب والبقاع والشمال عم نحكي ككل وميروبا في له شيء 250 شاحنة يعني المتضررين ها المتضررين اكثر المتضررين في حوالي 200-250 شاحنة هاولي اصحابها متضررين اكثر شيء
هلا يمكن في ببيروت تجيبوا من هون او يجيبوا من هون، بس قصه تجيبوا نعمل رح توصل لهم قصه انه كل كميون محمد رامي جاي على كسر ويبر يكسروا الشباب. يعني انا قد جهدي تهدي مع شباب كمان بدهم يعيشوا بدهم ياكلوا، شو حاطين ارميت على شاحناتهم رح نبيع الشاحنه ونفل، يعني يعطونا بدنا عارضين للبيع بدهم يفلوا من لبنان. ما بصير هيك، هذا شيء كثير في ظلم. يعني انا لو ما لقيت في ظلم كثير ما تدخلت انا. يعني هيدي قصة الرمل، مخطط التوجيهي بدهم يعدلوه، في حال ما عدلوا شيء هن بيعرفوا مين بده يبادر للتعديل. يا سيدي وزارة البيئة أول كل شيء، بدها تشوف وين في رمل وليش ما بدنا نستخرجوا منه الرمل، ليه؟ شو العائق؟ في رمل بميروبة بكل خوف من تشويه الطبيعة. يا سيدي في رمل بميروبة إحراج بكذا، هونيك في رمل، ليش ما بخلوا أصحابهم يستخرجوه؟ خلينا يستخرجوه وحطوا شروطهم، يحطوا شروطهم هن كبيئة. وبعدين البلديات يسلموا البلديات، خي البلدية كمان فيها تضبطوا للمخالف. نحن تجي تسلموا البلدية عمليا. نحن نقيب لك مثلا هذا يعني تذكرني لأقول نحن ما فينا قانون أن ناخد رسم منه. ليه؟ وفقا للقانون تاخد رسم قيمة تأجيرية على البناء، يعني مش على الأرض الفضاء. أيه. او الارض هيدا. نعم. نحن اخذنا قرار بالمجلس البلدي. نعم. بفرض رسوم معينه. نعم. رجع القرار من الامائميه كونه سلطه وصايه. ليه؟ بيعتبر انه ما في بالقانون انك تاخذ رسم من ارض فضاء. قلت له شو بدك تاخذ رسم رئيس؟ رغم هذا وكله نحن اتفق رسم يلي هو تعويض عن الطرقات لتصليح الطرقات وللضرر اللي بيحصل من مرور هالشاحنات. نعم. بقلب الضيعة. فأصلا أنه وزارة الأشغال غائبة كليا عن منطقة كسروين وحراجل تحديدا، قلنا فترة طويلة اشتقنا لها، عم نزفت من ملكنا الخاص من ملك البلد الخاص. صح صح صح، في كتير اشياء لم بيكون في رسم معين لتضبط الطرقات، لم بيكون في قانون من نلتزم فيه لنستصلح الأرض. المشكلة بتنحل بفتكر ليتم مظبوط استفتاح الأراضي. نعم. وطبعا في مناطق معينة لاستخراج الرمول، في مناطق محذر استخراج الرمول، وهذه من اختصاص طبعا الاختصاصيين البيئيين. نائب، موضوع الرمل اللي عم نحكي عنه رح يوصل لنهاية وإن شاء الله تكون سعيدة، ولكن بالكواليس معاناة أصحاب الشاحنات شو عندكم غير هموم يعني اللي هلأ عم نحكي عنها تحديدا؟ عندنا كتير هموم بس رح باختصار نختصرهم. يلا عندنا يعني كمان نحن قصة السائق السوري. نعم. هيدي مشكلة عندنا، اجتمعنا مع معالي وزير الداخلية وأوعظ إنه القانون لا يسمح انك تشغل سائق. وزير العمل اكد على هالشيء كمان. وزير العمل لا، للتاكسي والباصات الشاحنات استثنيهم وزير العمل، انما ما ظهرش الاستاذ عاصم ما علنش. اه. بالاجتماع لما اجتمعنا عنده لم يعلن، كان عاطي مهله 15 يوم. نعم. قال على الباصات والتاكسيات، باصات صغيره يعني تحت 25 راكب. نعم. والتاكسيات. أوكي. ممنوع سوقون سوريين، وهي معه حق فيها، هو لانه باجروا الباص او الباص الصغير او التاكسي باجروهم لواحد سوري وبصيروا يقطعوا برزقه المشكله. بس الشاحنه لا، نحن بنفتقد عندنا 80% 90% من الشاحنات سوقون سوريين. هلا انا ما بتدفعوا للبناني. هلا يمكن مزبوط ما بتدفعوا للبناني مزبوط؟ شو هالحكي عم ياخذ اللبناني السوري عم يخسر اكثر من اللبناني. قد ايه؟ واللبناني والسوري بيقطعنا. طب قال لي قد ايه؟ قال لي قد ايه؟ 1200 مليون و200 مليون و300 وبيطلع له براني. خليك على 1200 احكي. بيطلع له براني على النقل 20-25 بيطلع له مليون ونص، بيعمل بطاقة 300 ان كان لبناني وان كان سوري بالشهر. بس نحن بنقول للدولة شو بتقول؟ خلينا نحكي نحن وياهم على اساس نحل. في مشكلة يا اخي، ما عم تحكي يا اخي. في مشكلة سائق لبناني ما عنا. انا عندي 25 واحد، ما فيش واحد معلم ابنه سواقة الشاحنة ابدا، ولا واحد علم ابنه سواقة شاحنة. ليه؟ كلهم صار عمره 60 و70 و50. ليش؟ لانه ما 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 ما, ما, ما بيقدر يعلمه. بعدين الدفع الدولة صارت حاطط له مليون ونص ليرة تيجي بدفتر الشاحنة. مليون ونص ليرة بده يدفع. شوف الزلمة مين معه مليون ونص ليرة؟ جيب لي ابن الجبل اللي ما عنده شغل بيسافر فيهم لبرا المليون ونص بتدينون، بس الدولة تشيل هالرسم عنه وتفوضنا إلنا يا سيدي نعمل المدرسة ونعلم سائق. أنا بجيب سائق شاحن اللبناني بتمنى عليه أكثر من السوري، بس وجد لي إيه ونو
وينو؟ مش موجود، مش ريس. موجود. اذا الدوله بدها تساعد بتساعدنا بهالقطاع، بتخلينا نحن نفتح مارس نعلم، وبتعفينا من رسمه للتوتمارك تجيب دفتر ثلاث مرات باليوم تجيب دفتر توتمارك. وضحت. تعفينا منه نحن بنعلم سواقين، وساعتها بتجبرنا الدوله انه ما تشغل سوري، صار عتب علينا نحن اذا بنشغل سوري. رئيس شو بدنا نقول بالختام؟ يعني انتم على هذا الصعيد نحن عم نحكي معكم والى جانبكم كتلفزيون لبنان، ولكن في اوضاع مستجده بتكون كبلديه بتواجهوها ميدانيا على الارض. نحن انا بنتمنى يعني كل هذا اللي صار مع الشاحنات ومع الرمول ومع الحافه ما 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 استشيروا رؤساء البلديات، ما صار اجتماع ابدا ابدا ولا على صعيد اتحاد ابدا، لانه ما صار في اجتماع ان مع المحافظ او مع وزاره الداخليه، لا استشارتهم برايهم بهذا الموضوع. نعم. رغم انه موافقتهم الزاميه لهذا الموضوع. انا بالخلاصه قلتها وعم برجع بكرر، انا مش ضد، انما مع تنظيم هذا الاطار بشكل جيد جدا، واذا ما بده يكون منظم وفي رسوم للبلديات فيه، معناتها رح نضل بالخراب وبتشويه البيئه ان شاء الله. لا يا رئيس، بالختام نائب شو بدك تقول؟ بالختام بدي ترجى الدوله تلبي هالمطالب، ما توقعنا بمهلك هلا. لي اذا اضربوا هودي يمكن يهبوا طرابلس، مهددين بطرابلس، انا بدي اضربوا ليه؟ لانه سائق سوري بدنا نشوف، بدنا نشتغلوا. اي دركي بيخطر على باله يقفل كاميونه ويحجزه، بيحجي وبيدفعوا 500,000 الظرف، هذا بيشغل كل الشهر ويطلعوا ان شاء الله 500,000. هيدي احنا بدنا اذا بيحلوا لنا المشكله لنسمع نحن وياهم قبل ما نصلح هذا مسدود وقبل ما نبلش بالاضرابات. هيدا الاضراب بجو اللي بده يصير هلا نيه، هيدا لوين بجرنا مش عارف، انا ما عارف لوين بجرنا. ان شاء الله خير، نتمنى انه نوصل نحلها قبل ما نوصل عليها. يطول عمرك رئيس. انا بدي اشكرك باول اطلالي في كثير مواضيع ان شاء الله ميدانيا بنحكي عليها من خلال زيارتنا لعندكم، لانه خاصه شغل لي بالي موضوع التفاح. نعم. وان شاء الله بوقت قريب نحن بنكون عندكم لحتى نقدر نضوي على فصول هذه القضيه. بالختام شو بتحب تقول؟ يعني انا بقول طرقنا على شيء واحد من اصل 10 امور مهمه كثير ممكن نحكي فيها، ومن النفايات ومن عمليه المياه يلي هلا اليوم مثلا بحراجل وميروبه وكذا، كل يومين ثلاثه مثلا ناخذ مي، ست شبروح منشف نهائيا، ما في ولا نقطة مي. عم هلا كسروان عم تشرب من بيرين مي من فريا وبعض يلي بعده بنبع العسل، في أزمة مياه. بدنا نسأل هذا السؤال، عمل ست شبروح ودفع. نحن وياك بنحكي فيها. نعم. نعم. بالتفصيل، لأنه مواضيعك مهمة كثير وكلنا سوا بهمنا إنه اللبناني يكون عم بيتابع معنا ويشوف قديش المسؤول عنه بيسعى لحتى يحقق له مطالبه، مثل ما قال بالبداية النائب إنه أنا ما إلي علاقة بالرمل، بس أنا دخلت لأنه في قطع أرزاق وفي شاحنات وفي استثمارات صارت مهددة بالخطر، أصحابه عم بفكروا إنه يتخلوا عنها، وهون الكارثة الاقتصادية تقع. مزبوط. عندي كلمة بس. كلمة؟ بقص النفايات، بقص النفايات. ايه. أنا قلت لهم الدولة وبعدني بقول لهم. شو بتقول لهم؟ أنا باخذ الطن ب 30 دولار من هون على 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 العقار. عقار. ايه. إذا إجوا ما في مال. ما بيقبلوا، ما بيقبلوا. إذا قبلوا بعد ما يدفعوا ميات الألوف أنا باخذه ب 30 دولار. وضحت. الطن ب 30 دولار. وضحت وصلت. إلا بظنارك. نحن أصدقائي بدنا نشكركم، هلا بريك وبنرجع نتابع سوا مشاكل واحد. ومتابعين مشاكل وحلول، ودائما من تلفزيون لبنان بإطار مواكبة القضايا يلي برنامجنا بيتوليها، الاحتجاج من قبل أهالي الكارنتينا على مرور الشاحنات بشوارعنا الداخلية قد يكون هو محط اهتمام من قبل سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وكل المعنيين وأصحاب القرار، ولكن بيبقى أنه الواقع التنظيمي الإداري شيء، والانزعاج والضوضاء يلي عم يتسببوا فيها الشاحنات شيء آخر. مشان هيك الاحتجاج ما زال مستمر، وهذه الشكوى هي برسم سعادة المحافظ لاتخاذ القرار الإداري اللي ممكن أن يساعد الناس على تحقيق المدنية. وبهذا الريبورتاج بنوصل لختام برنامجنا لليوم، بنلتقي دايما معكم بإطار مواكبة الحلول للمشاكل اللي بيعرضها برنامجنا. بشكركم وبشكر الفريق العامل، إلى اللقاء. بعدنا بصت الكاميونات هي ذاتها، ما في شيء نفع.
كل شيء حطينا ارماد وكل شيء حكينا مع المحافظ وحكينا مع البلديه وحكينا مع الدنيا كلها، بعد الكاميونات هي ذاتها اتخن 6 ولاد اتقل 6 ولاد بعدهم يمروا من هون روحه ورجعوا، مع انه هن عارفين انه من هون ممنوع ما بيظهروا على الاتصالات، بعدهم من هون ببلشوا من الساعه 5 على بكره، يعني ولد بده يروح على المدرسه بده يوعوه يعني قبل وقته بكثير، وريحه المازوت والعجلة السير والخبيط السيارات هيدي كلها هالمشاكل اللي عم تعملنا اياها الكاميونات، يعني ما عم نلاقي نتيجه ابدا لا من المحافظ بوليس حتى ما عم بيجي لهون تيعمل زبوطه فيهم او يوقفهم. المحافظ اخر مره لما رحنا لعنده على اساس بده يمنعهم وحطوا رجعوا غيروا الارمات المكسرينه وانه ممنوع من هون، هلا في مشروع بيقولنا المحافظ انه في مشروع للمدور وبنى تحتيه وشو، بس بعد الطرقات ما عم تتزبط لهلا ما لينا نتيجه بعد. كل نهار شحنات، يعني حتى هون هذا الصف كله ما في سياره ما تضررت، هذا العمود بالنص المحطوط على المصلبيه تكسر، في الارمات كلها تكسرت، وكل نهار شحنات وعيط ومسبات وصريخ على بعضهم وعلينا. نحن ما فينا نعمل شيء، على اساس محافظ بيروت واجا وراح يحطوا بريار ممنوع يقطعوا الشحنات، هي ممنوع، بيجي الدركي بيقطع من هون ولا كأنه شايف حدا، تعا عيط له خي شوف شو القصة، ما حدا برد علينا، هو كرمال البور وكرمال المعامل تحت. هلا بفهم اللي بده ينزل على المعمل ما عنده غير هالطريق، بس تبع البور شو في عندهم طريق هونيك، بيجوا انت شوف الصبح تعا الساعة 6 الصبح شوف كيف بيبقى صف واصل لهون، خصوصا وقت يبلشوا مكانات تتكيس على البور، خلص سكر الطريق. يعني الشحنات لازم يكون لها طريقة خصوصي مش بين العالم، يعني أو ريحة المازوت، ولما بصير في عجقة كتير بتطلع ريحة مازوت والروايح اللي بتطلع منها. والله ما بعرف إذا في قرار من البلدية أو شيء إنه منع الشحنات يعني تقطع من هون، أكيد ممنوع. وزارة الداخلية هي الأساس، هي اللي تنظم بالشغل بالبلد، ما في شيء نظام، ما تغير شيء، بعدها مثل ما هن، شحنات بعدها عم تجي، ريحة المازوت بعدها طالعة، الكاميونات زبيب كفينا رويح زبالي كمان يعني هلأ، والكاميونات بعدها مثل ما هي، ما تغير شيء أبداً، قديش عم نحكي وقديش عم نعمل مثل قلتها، تحكي بتحكي ما حدا بيرد عليك من المسؤولين، ما حدا ولا شيء، صرنا حكين كذا مرة مثل قلتها، بيوعدونا وبعدها هي زيتها، بتعتير كاميون رايح كاميون جاي، مازوت وغبرة وجاي ووسخ، يعني مفروض يلاقوا لها حل هالطريق كمان، مش مزبوطة هيك، طريق صغيرة وكاميونات وسيارات تعتير، مفروض يلاقوا حل. يعني هيدا كاميون قاطع هلا، شوف الكاميون القاطع هلا، زمامير ودخان وما معهم خبر بشي، ما هن يقطعوا غيرهم لا. هيدول يا خي شي بجنون عم بيمروا من هون، لو ما في هيدا العمود ما كان موجود قبل، كان يمروا من هون بجنون، حوادث كثيرة وبيسكروا السير وبيجوا الصبح بيوعوا العالم من الساعة 5 6 4 ببلشوا يوعوا العالم. ما بعرف شو حلتهم، يعني كذا مره حطوا له مره يافطه هونيك ارمى انه بلديه انه ممنوع يمروا من هون، ما في كانه شيء لم يكن. ايه وهيدو هيك مقضينا وبيسوقوا بشكل جنوني، يعني ما عندهم رادع وزمامير وصريخ، والصبح يعني بتعرف فجريات بيكون العالم نايمه بضلوا دايرين وعجقه بشكل شيء جنوني. ما بعرف شو بدي اقول لك، ما في حدا، ما في شيء رادع لألهم، ما في يعني بيمروا عم بقول لك ليك قدام، يعني هي مسؤولة ممنوع، كان في أرمى البلدية حطتها من زمانات هون ممنوع على رأس الزروب إنه ممنوع مرور الشاحنات من هون، ما بيتأيد بأي نظام، حتى إنه قبل الساعة 9 ممنوع يمشوا من الساعة أي ساعة، يعني الساعة كان بيضلوا ماشيين من هون. يعني بدون شك عم تعمل عجلة سير رهيبة، بس ما عندهم حل الشوفيرية. بطلت قصة انزعاج، صار في أشخاص حتى عم بتعاني من أمراض نفسية وأمراض عصبية نتيجة هالشيء، لأنه عم بيجربوا يرفعوا الصوت لحتى أنه تتحرك الجهات المعنية ولكن دون جدوى. وللأسف الشديد أنه حتى كمان أمام مرأة بنشوف دراجين، بنشوف عالم بيتساءل أنه أمام مرأة دراجين عم تمر الشاحنات، علما أنه محطوط أرمات على الطريق أنه ممنوع مرور الشاحنات، ولكن عم بيتخطوا هالشيء، ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. مشان هيك نحن صرنا مش متوقعين متأكدين 100%
انه لو ما في غطاء عليهم ما كانوا عم بيستمروا بالفوضى وما كانوا عم بيرجعوا يكرروا فعلتهم اللي هي تجاوز القوانين وانظم مرات الاجراء. انا بتوقع انه اخر شيء الناس رح يدفع الكيل عندها وما بقى رح يسكتوا. بنتامل من الدوله ما تلوم الناس، ما تلوم اذا صار في اي تحرك، مش مثل قصة الزبالة اخر شيء صار حق المواطن، لانه المواطن رفع الصوت مرارا وتكرارا، طلع شعر على لسانه دون جدوى.